لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك والحمد والنعمة لك لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك والملك لا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، وحياكم الله في حلقة جديدة من برنامجكم في رحاب المدينة. حلقتنا اليوم بإذن الله تعالى سوف تتحدث عن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وعن الخدمات التي يقدمونها لضيوف الرحمن زوار المسجد النبوي الشريف، فأهلا ومرحبا بكم. تحيا بكم كل أرض تنزلون بها تحيا بكم كل أرض تنزلون بها كأنكم في بقاع الأرض أمطار وتشتهي العين منكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أزهار. تسعى وكالة الرئاسة في توفير أفضل الخدمات لقاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي من الزوار والعمار والمصلين ليؤدوا عبادتهم في أجواء روحانية مفعمة بالأمن والأمان، وتجند الرئاسة طاقاتها البشرية والمادية في سبيل تحقيق كل ما يمكن وفود الرحمن من أداء نسكهم وعباداتهم بيسر وأمان. المستشار الشيخ عبد الواحد حطاب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بوكالة الرئاسة تحدث معنا عن هذا الجانب. أصل الحجاج إلى المدينة المنورة وتستقبلهم الرئاسة في مطار الأمير محمد بن عبد العزيز استقبالا وحفاوة بوصولهم إلى المدينة المنورة، وما أن يطع الحاج بقدميه ساحات المسجد النبوي الشريف الفسيحة التي تقدر بحوالي 400,000 متر مربع إلا ويجد موظفو الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي في استقبالهم مرحبين بهم يرشدونهم الرجال إلى أماكن الرجال والنساء إلى أماكن النساء. هذه الساحات الفسيحة تستقبلهم بالمظلات التي تظلل هذه الساحات وتلطف حرارة الجو فيها مع مراوح الرذاذ التي عددها 436 مروحة رذاذ تجعل الجو في هذه الساحات جوا لطيفا، وما أن يصل إلى أبواب المسجد النبوي الشريف أو قبلها إلا ويجد المراقبين الذين يفتحون الممرات ويهيئون الطريق إلى أبواب المسجد النبوي الشريف ويصلون على الفرش الفاخرة المفروشة في أروقة المسجد النبوي الشريف وبين أيديهم مياه زمزم المبردة التي تأتي من مكة المكرمة داخل هذه الحافظات مع الكاسات النظيفة، وأيضا يجدون بين أيديهم المصاحف ويجدون بين أيديهم ترجمة معاني القرآن بكل اللغات في جو مكيف مسقوف ب100,000 متر مربع مسقوف هذا الموقع مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. داخل هذا المسجد النبوي الشريف التوجيه والإرشاد الذين يوجهون الناس إلى أداء العبادة الصحيحة وإلى كل ما يتعلق بأمور العمرة والحج والصلاة والعبادة يؤدون العبادة بيسر وسهولة، يتجهون إلى المواجهة الشريفة للسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيها أبي بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما ويقف معهم وينظم هذه الحشود أعضاء الهيئة في هذا المكان قوة أمن المسجد النبوي الشريف ليكون تحركهم بيسر وسهولة، يدخلون من باب السلام ويمرون بالمواجهة ويخرجون من باب البقيع، أمور مرتبة ومنظمة في داخل هذا المسجد المبارك. أيضا في أقسام النساء
هناك العاملات الموظفات ذوات الخبرة التي يستعن بالمترجمات من جميع اللغات، يصلون في المسجد النبوي في أقسام النساء، ولديهم وموفر لهم جميع الخدمات من سقيا وفرش وممرات واسعة وأبواب مشرعة، وعليها المراقبات أيضا الذين يمنعون دخول أي شيء يؤثر على المسجد النبوي الشريف في أقسام النساء. يا قائد الجو أنزل لي إذا لمعت لعينك القبة الخضراء والحجر، فوقفة عند أبواب المدينة، فوقفة عند أبواب النبي، لا تبقي من الشوق مطويا ولا تذر. إن خدمة قاصدي بيت الله الحرام والمسجد النبوي شرف كبير، لذا فإن الجميع يعملون جاهدين لتوفير أقصى درجات الراحة والتسهيلات لخدمة الحجاج في هذه الأيام. أستاذ سعود، نبغى نتكلم عن الخدمات اللي بتقدموها لزوار هذا المسجد المبارك، خاصة أنتم الصف الأول في خدمة الزوار. حياكم الله. إدارة الأبواب وضعت خطة مسبقة لاستقبال الزوار بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي ومع الجهات الأخرى المشاركة. من تلك الخطة هي فتح العدد الكافي من الأبواب، تيسير وتسهيل لحركة الدخول والخروج. كذلك من الخطط اللي تم الاستعانة بعدد من المراقبين لدعم العاملين على الأبواب في عملية تفتيش وفرز ما لا يسمح بإدخاله إلى الحرم من الأطعمة ومن الأمتعة التي قد تضايق الصفوف أو تضايق المصلين. كذلك استعانة بعدد من المترجمين للتواصل بين الزائر والحاج وبين الموظف، قد يكون عنده بعض الاستفسارات الزوار أو بعض الاقتراحات أو بعض الأراء، فتسهل فهم ما يبدو وما يقترح. نعم أستاذ سعود، هناك أكثر من 100 باب أنتم تشرفون عليها من خلال إدارتكم، إدارة أبواب المسجد النبوي الشريف، نود أن تحدثونا عن عملكم بشكل تفصيلي. صحيح، إدارة الأبواب تشرف على عدد أكثر من 100 باب، من ضمنها تقريبا 8 سلالم صعود للسطح، هناك مخارج طواري. تتولى إدارة الأبواب تأمين مراقبين على هذه الأبواب، تتولى فتحها وإغلاقها قبل الصلوات وأثناء كثافة، كما تقوم إدارة الأبواب بالتنسيق مع قوة أمن المسجد النبوي بحيث تتوزع الكثافة، فتكون بعض الأبواب عليها كثافة يتم توزيع الكثافة والحشود على الأبواب الأخرى. كذلك نقوم بالتواصل مع هيئة الهلال الأحمر للوصول للحالات الإسعافية إذا وجدت حالة لا سمح الله. إلهنا ما عاد لك مقام عبد سألك، أنت له حيث سلك لولاك يا ربي. طبعا هناك أقسام نسائية موجودة لديكم في المسجد النبوي الشريف. صحيح، في قسمين للنساء، قسم في الشرقي وقسم في الغربي. في هناك إدارة نسائية تشرف على هذا القسم. دورنا نحن وجود المراقبين على الأبواب في الخارج لفرز الرجال عن قسم النساء وتوجيه الرجال لقسم الرجال وتوجيه النساء لقسم النسائي، كذلك منع الأطفال الذين يبلغون أكثر من 10 سنوات من الدخول أو الدخول بعض العمالة أو بعض الأمتعة التي تكون مع بعض الزائرات. تنظيم الحشود، يعني ما شاء الله تبارك الله عندكم تنظيم مميز للحجود خاصة مع الملايين الذين يفدون إلى هذا المسجد. الحمد لله، الخبرات السابقة في العمل في الميدان وكثافة العدد الزوار خاصة أثناء صلاة الجمعة، العيدين، في رمضان، في الحج، اكتسبنا خبرة في التعامل مع الحشود، كذلك التنسيق مع الجهات الأخرى المساندة، وزارة الحج، الأدلة، الوكلاء، قوة الأمن المسجد النبوي، أعطتنا خلفية في التعامل مع الحشود.
بحيث يتم توزيع الأعداد الكثافة هذا بين داخل الحرم وساحاته وسطح الحرم، كذلك التعامل في التوجيه يعني قبل الصلاة وبعد الصلاة، في تفويج الخروج بعد الصلوات، تفويج الزيارة والسلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضي الله عنهم. هذه كسبتنا خلفية، أصبحنا نعطي هذه الخلفية الخبرة لمن يأتي من بعدنا إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم التوفيق. ما شاء الله تبارك الله، حقيقة جهود كبيرة تقوم بها أستاذ يوسف من خلال إدارة السقيا لخدمة الحجاج والزوار في هذا المسجد المبارك. نعم، تشهد هذه الأيام المسجد النبوي الشريف بزيادة أعداد حجاج بيت الله الحرام، وتقوم إدارة السقيا من إحدى إدارات الوكالة بتجهيز أعداد الحافظات بالأعداد المناسبة وتجهيز المياه المبردة وغير المبردة وكذلك المياه النقية في ساحات المسجد النبوي، وتتضاعف هذه الكمية كلما زاد أعداد حجاج بيت الله الحرام، وتقديم هذه المياه المبردة والمحافظة على سلامة المياه وتخزينها في أماكن التخزين وفحصها قبل عملية تقديمها داخل الحافظات. ما شاء الله تبارك الله، أنا شايف مجموعة من العمالة وهم يقوموا بتوزيع هذه الحافظات. الآن هذه الحافظات جاهزة للتوزيع مبردة، مشرف عليها أيضا مختبر لعملية التعبئة، نود أن تحدثنا عن هذا الجانب وأيضا عن حفاظكم لهذه الأقفال لعدم فتحها. نعم، في البداية تستقبل إدارة السقيا أعداد من الناقلات أثناء قدومها من مكة المكرمة، وتقوم قسم المختبر في إدارة السقيا بفحص عينة من هذه الناقلات، وفي حال التأكد من سلامتها يتم الإذن بتفريغها وسحبها عن طريق المضخات. بعد ذلك نقوم بسحب مياه زمزم عن طريق شبكة ممتدة من مواسير مصنعة من السالستيل، وتعقيمها بالأشعة الفوق البنفسجية وفلترتها وتوجيهها هذه المياه إلى خزانات مياه زمزم، وتبريدها والتحكم في درجة برودها وتعبئتها في الحافظات وتوزيعها في المواقع، وإحراز الأقفال على الحافظات لعدم فتحها وتأكد من سلامة مياه. تقريبا كم حافظة موزعة في أرجاء المسجد النبوي؟ في هذه الأيام تصل أعداد الحافظات في المسجد النبوي إلى 13,000 حافظة. 13,000 حافظة ما شاء الله تبارك الله داخل أرجاء المسجد. داخل أرجاء المسجد النبوي وسطحه وساحاته وجميع أروقة المسجد النبوي. تتضاعف هذه الكمية وتنقص حسب عدد الزوائرين والحجاج في المسجد النبوي. طبعا هذه الأيام أعداد غفيرة من الحجاج والزوار يتوافدون إلى المدينة المنورة. نود أن تحدثنا عن عملية التوزيع خاصة في القسم النسائي وأيضا في بقية الأقسام. نعم، نقوم بتجهيز أعداد الطلبات من الحافظات داخل نقاط التعبية، ونقوم بتعبيتها وتوزيعها في المواقع، وأثناء الاستهلاك يتم استبدال المياه الأساس وبالاحتياط وتجهيز الماء، وفي الفترة المسائية يتم دخول أقسام النساء وتأمين الأعداد الكافية من ترامس مياه زمزم المبردة والغير المبردة داخل أقسام النساء، وتتضاعف الكمية بشكل يومي خلال فترة الحج. كم مرة في اليوم تقوم بعملية التبديل والتغيير؟ نعم، التبديل حسب الاستهلاك بشكل يومي. كل ما تم فحص الترامس الأمامية والتأكد من خلوها أو نقص كمية مياه زمزم يتم فوراً تبديلها، وعليها مجموعة من العمال والمراقبين وممثلي إدارة السقيا بمتابعتها بشكل مستمر والتأكد من خلو مياه زمزم من الحافظات وتغييرها فوراً. أستاذنا الكريم، الآن هناك مياه غير مبرد لزمزم أعتقد. نعم، بأنه يكتب عليها غير مبرد. نعم، يتم توضيح مياه زمزم الغير مبردة من خلال وضع علامة تبين بأن هذه المياه مياه زمزم غير مبردة. عملية الأكواب تغير في؟ نعم، يتم وضع كاسات مياه زمزم بشكل يومي وتغييرها أول بأول، تتلف هذه المستعملة. نعم، فورا ويتم رفع المستعمل أول بأول. تصل أعداد الكاسات خلال
موسم حج إلى تقريبا 1,400,000 كاسة. هذا في الموسم فقط؟ نعم، موسم هذا الحج. في الموسم، نعم، هذا مليون؟ في الموسم. 1,400,000 كاسة خلال موسم الحج. نعم، وفي أيام رمضان والمواسم الأخرى؟ في أيام رمضان تتضاعف الكمية وتنقص حسب الحاجة لها، لكن متوسط العدد 1,400,000 كاسة. بدنا لكم التوفيق والمزيد من هذا. شكرا جزيلا لكم. شكرا لكم. الله يبارك. والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك سباح أو لبى فلا. كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك سبح أو لبى فلك. لبيك قد لبيتنا. السلام عليكم. السلام. أهلا أستاذ خالد، حياكم الله، يعطيكم العافية إن شاء الله. وأنتم مسؤولين عن هذا القسم، قسم النظافة والفرش بالمسجد النبوي الشريف. نبغى نتعرف من خلال جولتنا اليوم عن الخدمات اللي بتقدموها للزوار والحجاج. طبعا إدارة النظافة والسجاد هي من الإدارات الميدانية التي تعمل طبعا ضمن منظومة إدارية في وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، ومهمتها طبعا على قسمين، هي النظافة والسجاد. طبعا النظافة تهتم بالنظافة داخل المسجد النبوي والحرم القديم، ومن ضمنها التوسعات وأقسام النساء، وفي نظافة خارجية ملحقة بالحرم اللي هي الساحات ودورات المياه وكذلك السطح. فالنظافة داخل المسجد النبوي طبعا على مدار الساعة ضمن برامج على 3 ورديات. طبعا أهم برنامج هو نظافة الأرضيات داخل المسجد النبوي والتوسعات بما فيها أقسام النساء، يتم على 3 ورديات اللي هي في الصباح وفي المساء وفي فترة الليل. طبعا هناك مكائن مخصصة تم تجهيزها، يتم تجهيزها بشكل يومي يعني بمواد النظافة وكذلك المعطرات لغسيل هذه الأرضيات، طبعا بعد رفع السجاد ومن ثم لفه وعمل هذه المكائن بالغسيل، ثم يعاد ترتيب السجاد وفرده. طبعا الإدارة تحرص دائما على أن يكون الحرم النبوي بما فيه التوسعات أن يكون مهيأ للزوار والمصلين على مدار الساعة، سواء فيما يخص النظافة العامة أو فيما يخص توفير الأعداد الكافية من السجاد في المسجد النبوي أو في الساحات المحيطة. أيضا أنتم تعملون هنا على مدار 24 ساعة. نعم. ورديات تتعاقب. نعم، الليل بالنهار. ورديات. نعم، على 3 ورديات في جميع القطاعات، قطاعات النظافة. طبعا الإدارة طبعا المراقبين يتابعون باستمرار ومن خلال جولات ميدانية على مدار الساعة للتأكد من يعني تنفيذ الخطة التي تم أو يتم الإشراف عليها مع المقاول لتنفيذ أعمال النظافة وكذلك أعمال السجن. طبعا في هذه الأيام أيام حج وحجاج بيت الله الحرام، وهم يتوافدون إلى المدينة المنورة، وقد نصل أيضا إلى نسبة عالية من الزوار في هذه الأيام. أنتم من خلال عملكم والعاملون معكم أستاذ خالد، كيف هي أجواء العمل وسط هذه الروحانية؟ طبعا العمل في المسجد النبوي يختلف عن أي عمل آخر، يعني في هذا المكان طبعا الكل يتمنى ويشرف بالعمل فيه، فطبعا جميع الموظفين والقائمين على أعمال النظافة والسجاد لديهم هذا الشعور إن شاء الله فيما يقومون به من أعمال، وطبعا دائما يحرصون على أن تكون جميع الأعمال التي يقومون بها هي مميزة وتليق بهذا المكان وتليق بالزوار والحجاج أيضا اللي يفدون لها المكان. وطبعا دائما نقول لجميع الزوار وجميع من يفد المسجد النبوي نحن منكم ولكم إن شاء الله تعالى. نتمنى لكم المزيد من التوفيق أنتم وزملائكم أستاذ خالد. أتوقع أن لديكم هنا قسم خاص للإرشاد والتوجيه.
طبعا في نعم. نعم في أي جهة؟ في جهة باب عمر. جهة باب عمر. إذا نستأذنكم للذهاب إلى هذا القسم ونتعرف عليه أكثر. موفقين خير. شكرا لكم والتوفيق إن شاء الله. الله يوفقنا وياك. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام. حياكم الله شيخ طلال وبارك الله فيكم. طبعا أنتم عندكم جهود كبيرة في التوجيه والإرشاد لإرشاد الزوار وإرشاد الحجاج أيضا، نود أن تحدثونا عنها. حياكم الله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أخوتكم. فنحن في إدارة التوجيه والإرشاد، وتوجيه والإرشاد تنقسم إلى عدة إدارات، منها التدريس، ومنها حلقات القرآن الكريم، ومنها حلقات السنة النبوية والمتون العلمية، وكذلك التوعية في توزيع الكتيبات التي توزيع الكتيبات التي تختص بفقه الحج والعمرة، وكذلك في توعية الحجاج والزوار بالفتاوى التي تهم الحج والعمرة، ومنها في الاتصال التليفونات التي موجودة داخل الحرم، وكذلك مقابلة المفتي وجها لوجه لأخذ الاستفتاء، لأخذ المعلومة لأخذ المعلومة الدينية من الشيخ. نعم شيخنا، أيضا هناك كراسي علمية منتشرة في المسجد النبوي الشريف، هذه الكراسي لها أوقات معلومة وأيضا لها تراجم. نعم، توجد حلقات للدروس العلمية وهما تهم الفقه والتفسير، وكذلك ما يهم الحج والعمرة، في فقه الحج والعمرة خاصة في هذه الأوقات التي يقبل المسلمون فيها على فريضة من فرائض الإسلام، وهي الركن الخامس من الإسلام وهو الحج. فنكثف الجهود ونكثف الدروس العلمية في الحج والعمرة، وكذلك توجد ترجمة للدروس، منها ترجمة مباشرة يكون المترجم بجوار الشيخ فيترجم ما يقول، ومنها ما تكون مسجلة فتنقل وتذاع في عبر التواصل وكذلك عبر اليوتيوب، والآن في حلقات تقام الآن في بهذه الأوقات إلى تقريبا 20 يوم، من الآن إلى 20 يوم، تكون كلها عن فقه الحج والعمرة، وتترجم وتنقل مباشرة عبر رابط إلى اليوتيوب، فيستمع لها الزوار والحجاج من كل أنحاء الأرض. شيخ طلال، أيضا لديكم مشروع أهم جدا وهو ترجمة الخطب، هذا المشروع الكبير الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين. ترجمة الخطب تختص في إدارة الترجمة، وهي ليست تابعة للتوجيه والإرشاد، إدارة التوجيه والإرشاد، ولكن تترجم في نفس الوقت، يكون المترجم معه الخطبة. نعم. فيترجمها مباشرة أثناء الخطبة في عدة لغات. جميل. أخيراً شيخ طلال، نود أن تحدثونا عن جهودكم أيضاً في توزيع الكتيبات والمنشورات خاصة في هذه الأيام، أيام الحج. توزيع الكتيبات والمنشورات الدينية التي تختص في زيارة المسجد النبوي وكيفية الزيارة وبعض الأخطاء التي يقع فيها الزوار من طريقة السلام وكذلك طريقة الصلاة، فإن إدارة التوجيه والإرشاد لها قسم يختص وهو التوعية والإرشاد، يوزع الكتيبات في لغات كثيرة، منها اللغة الأردية والفارسية والصينية والإندونيسية، وكذلك لغات عدة يتثقف بها الزائر أو الحاج بما يخص الحج والعمرة وغيرها من الأخطاء العقدية وكل ما يخص
الأركان الدين الخمسة. لبيك قد لبيت لك لبيك إن الحمد لك. بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الكرام إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، وقد تحدثنا عن وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي الشريف وما تقدمه من خدمات لراحة وخدمة حجاج بيت الله الحرام زوار مسجد الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. نلتقي بكم بإذن الله تعالى في حلقة قادمة، وإلى اللقاء. أنا ما أعدلك ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا ربي هلك. لبيك قد لبيت لك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك. والملك لا شريك لك، والحمد والنعمة لك. كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد